Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في ما شين يوتيوب صفاء شوبينغ. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا طريقه تحضير عصير منزلي او لدنب منزلي بطريقه سهله وبسيطه وبمكونات متوفره في كل بيت. اذا عندنا تقريبا نص سيترو ديال الحليب مغلي من قبل، ضروري يكون طايب. عندنا كاس ياغورت بنكهه البنان بنكهه الموز، انا اختاريت هذه النكهه، في امكانكم تختاروا النكهه اللي بغيتوا. عندنا الخوخ، وعندنا ساشي واحد ديال سكر الفاني. اذا بقاو معنا باش نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال هذا المشروب. هذا كنضيفوا الخوخ، كنضيفوا عليه ساشي ديال سكر الفاني وكاس ديال الياغورت، وكنطحنوا كل شيء، كنطحنوا مزيان حتى كيتخلطوا هاد المكونات. عاد كنضيفوا عليهم الحليب، الحليب كيبقى حتى لاخر لحظه، اخر مرحله. هاوما بداو كيتخلطوا، ملي كنحسوا ان الخوخ والياغورت والسكر فاني تخلطوا كنضيفوا عليهم الحليب بحال هكا كما كتشوفوا. تيقوني ان هاد ضنب او عصيري كيجي احسن من اللي كيتباع، الا جربتوه راكم ما تندموش. غنعاودو نخلطوا كل شيء من بعد ما ضفنا عليهم الحليب، غنعاودو نخلطوا كل شيء مزيان.